السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في، مباشره من امام المحكمه الابتدائيه بسطات في اطار تطورات قضيه ملف مافيا العقار الدوليه. اخر تطورات في هذا الملف اللي غادي يتكلم لنا، تفضل الاخ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين. اليوم كانت الجلسه ديال التحقيق ملف عدد 102 على 2021. التطورات في الاخيره هي ان هاد الناس قاموا بوضع الشكايه ضد الجمعيه الخيريه الاسلاميه. هاد الشكايه هذه اللي كيبان لي انا الوراء منها هو تضليل العداله ومحاوله ربح الوقت. احنا كنطالبوا من هذا المنبر هذا بتسريع الملف هذا واتخاذ المسائل القانونيه والاجراءات القانونيه ضد هاد الناس. هادو الناس خاصهم يكونوا معتقلون. هذا هو هي الحقيقه، لان الناس الجلسه شنو وقع اليوم سي احمد في الجلسه هذه ديال اليوم؟ تاجلت اخويا 13/7. علاش؟ شنو الاسباب اللي خلات؟ الاسباب اللي هي كما قلت لك، انا حطوا شكايه بالجمعيه الخيريه الاسلاميه، وراه الغرض من هذه الشكايه هو محاوله ربح الوقت وتضليل العداله على الافعال الاجراميه الثابته في حقهم اللي دارت الفرقه الوطنيه البحث ديالها، واللي قالت لك ان هذه الجرائم ثابته في حق السالف الذكر. هاد الناس هادو ثابت في حقهم هاد الشيء، هاد الناس هادو كيعتبروا روسهم في هاد المدينه فوق القانون، الكل اصبح يتساءل، مدينه سطات كلها، هاد الناس فوق القانون، كيديروا بالناس شكايات كيديه، كيتعداو على الناس وكيظلموا الناس، وكيديو العقارات ديال الناس وكيديو الممتلكات ديالهم، الناس اللي بسطاء، الناس اللي مساكن عندهم غير ذاك مصدر ديال العيش، واش كيديروا؟ الفلوس كيهربوها لاوروبا كيتبرعوا بها لهيه. راه خير دليل على هذا الشيء هو الإنابة الدولية الفرنسية اللي دارت تحقيق مع المسمى عين جيم ودارت مع واحد المحافظ على الأملاك العقارية كان هنا سابقا، وواحد النوتير تا هو سابقا اللي كان تا هو نوتير. هاد الناس هادو خاص طبقوا في حقهم إجراءات السطات كلها كتكلم على هاد الناس. هاد الناس فوق القانون، من يكونون؟ شكون كيحميهم؟ شكون كيتستر عليهم؟ حنا عندنا دلائل، كاين تستر وكاين، حنا عندنا دلائل على هادشي، وان شاء الله غادي نعلنوا على هادشي. راه كنقولوا ملي غيسالي قاضي التحقيق غنعلنوا على هادشي. وشكرا. شكرا. هاد الملف اخويا بغينا هاد الناس يتعتقلوا، يعني راه ثابت في حقهم كل شيء، يعني خاص غير الاعتقال هو اللي يبقى خاصنا، صافي ما كاينش شي حاجه اخرى من غير الاعتقال. شنو المطالب اللي كطالبوا بها يعني؟ الاعتقال، كنطالبوا بالاعتقال، يعني راه ثابت في حقهم كل شيء. السلام خويا، حنا المطالبه ديالنا حنا كنطالبوا بهاد، بغينا القانون يطبق وياخذ مجراه في حق هاد الناس، لان هاد الناس مادام ثابت في حقهم كل الافعال الاجراميه والشرطه القضائيه اللي هي وفات وكفات في الخلاصه ديالها، وهاد الناس مالهم فوق القانون؟ حنا بغيناهم الاعتقال، حنا كنطالبوا بالاعتقال ديالهم، لاننا كلنا مغاربه وكنا سريع لنا القانون، القانون فوق الكل، وهذا هو اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله. اول حاجه كنطالبوا باعتقال هاد الناس، هاد المافيا الدوليه اللي محنتنا وتمرتنا وما عندناش الصحه، وكنجيو هنايا كنوقفوا، كنطالبوا بالاعتقال ديالهم، الاعتقال الى اخر ساعه، وكنطالبوا بالقانون ياخذ مجراه على ناحيتنا، وكنطالبوا بصاحب الجلاله يوقف صفنا الله يعلي درجته، كنطالبوا بالاعتقال ديالهم ويعطيونا حقنا، راه حنا تمحنا وتمرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. هنا هذا الملف عندنا من 2017، هادشي طول بزاف، هادشي راه الدمار، حنا دمرنا محالاتنا، راه كانوا كيسواو 40 مليون، أضعف محال كان يساوي 40 مليون، دابا تبغي تبيعو غابة 5 الملايين، ما كاينش اللي غيعطيك 5 الملايين، لأن عارفين هادشي في نزاع ومشاكل، حنا هادشي بغيناه يسالي، الفرقة الوطنية دايرة خدمتها كلها، ثلاث خدمة، البحث ديال عامين، إنابة دولية، فرنسا، المغرب، يعني جميع الإدارات تواصلوا معاه وجميع كل شيء. حنا بغينا هاد الناس يطبق عليهم القانون. حنا كن راكم فراسكم هذاك الشيء اللي وقع في السبيطار، الناس مزوره غير شهاده طبيه، مشاو للحبس شهاده طبيه. شوف اخويا الله يرحم الوالدين، انا من 2017 في هذا الحانوت خديت مرض السكر والازمه ضيق التنفس،
أنا دابا مريضة والله كنعان يوميا. أنا ما خارجة إلا خارجة بدوايا معاه، ما نقدرش مفيش نقدر نتحرك، وفين ما كانت فيها المحكمة القلب ديالي كيروح. ندير واحد زيد واحد الإضافة، هو حنا غادي نسلكوا واحد طريق آخر، ولكن غادي نستشروا مع السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف هنا بمدينة الصلاط. هو حنا ما بغيناش نديروا شي حاجه اللي ما تكونش الصالح ديال البلاد، بغينا نديروا شي حاجه باستشاره مع هاد الناس، لان عندنا دلائل وعندنا بغينا نديروا شكايه في القنصليه الفرنسيه بدوك الناس اللي لهيه. وغادي نستشروا ان شاء الله مع السيد الوكيل العام ان شاء الله. السلام عليكم. انا اللي بغيت ندير هذه الاخوان، انا نضم صوت الاخوان اللي صبوني، وحنا كنطالبوا غير بتطبيق القانون، لا قال ولا اكثر. الناس ما خصهم الاعتقال، لا قالوا غير كل شيء ثابت في حقهم، الوثائق عندنا ثابت وعندنا ما يوجد ذلك. هذا هو اللي نقدر نقول، حقنا ما غاديش نتنازلوا عليه، لا اليوم ولا غدا ولا بعده ولا بعده، غنبقاو متابعين حتى القانون ينصفنا. وانا باغي نثبت القانون في حق الناس فقط لا غير، مادام حنا مغاربه حتى النخاع بغينا، يعني القانون كيسريع للكل، القانون كيسريع للكل، على كبير على صغير على كل شيء، اللي دار الدم يستاهل العقوبه، هذا هو اللي كاين. الاخوان هاد الناس ما خاصهمش يكونوا فوق القانون، هاد الناس خاص تطبق حقهم القانون كمغاربه كاملين. وبالنسبه للنوتير تا هو